الرؤية وأحكام الرؤية، وأن اختلاف الرؤية هذا من الخلاف وهذا من التفرق، بيّنوا في بحوثهم رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء بأن اختلاف الرؤية بناء على أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وما صح عن كريب عندما جاء لابن عباس من الشام وسأله متى صاموا فقال بأننا صمنا رأينا الهلال ليلة الجمعة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما رأينا الهلال ليلة السبت، ثم قال لا نزال نصوم حتى نرى الهلال. فإذا مبنى هذه الأمور مبناها الكتاب والسنة، والفقهاء المعاصرون يدرسون هذه الأمور ويبينون فيها آراءهم. تكلموا في أحكام الزكاة، تكلموا في أحكام الأمراض المعاصرة، وتكلموا في أحكام الصيام، تكلموا في مسائل عدة يحتاجها طالب العلم، يحتاجها العامي. أنصح بقراءة هذه المجلة والرجوع في النوازل في أي حدث جديد لم يعرف الإنسان حكمه يجده في هذه المجلة.